السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن التسبيكة. مين مننا ما نفسوش يعمل تسبيكة خضار زي ما الكتاب بيقول، وكمان تبقى خفيفة على المعدة مش تقيلة، مش زي تسبيكة زمان اللي كنا متعودين عليها بنقطع نفس الطماطم من الغليان. النهاردة ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي نعمل تسبيكة خفيفة وطعمة جدا جدا من غير ما تبقى صيصة صيصة. ده اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض. تعالوا نحط اساس مهم جدا جدا للتسبيكه بتاعتنا. مفيش ابدا حاجه اسمها الخضار ده لازم ببصل، الخضار ده لازم بتوم، مفهوم خاطئ تماما. طيب القاعده الاساسيه للتسبيكه ايه هي؟ معلقه صغيره توم مع بصلايه كبيره متقطعه كاريهات صغيره، اللي هو تقطيع امهاتنا بتاع زمان، معلقه زيت، معلقه زبده، معلقه سمنه، اي ماده دهنيه. بنزل بالتومه الاول تاخد سخونيه الماده الدهنيه، وبعدين انزل بالبصله وتشويح خفيف. مفيش حاجه اسمها البصلة تتحمر معايا، البصلة تاخد لون كده، البصلة فقدت قيمتها الغذائية. نزلنا بالتومة ونزلنا بالبصلة، كله تشويح خفيف. مجرد ما البصلة بس اللون الأبيض بتاعها هدي شوية كده، بقت كده ايه لون اللون بتاع زمان كده، سن الفيل اللي بيقولوا عليه البيج ده. بنزل بمعلقة كبيرة صلصة، ودي مهمة جدا، ده اللي بيديني اللون الحلو جدا جدا للتسبيكة، وكمان بيدي قوام للطماطم في منتهى الجمال. يبقى التوم والبصل وبعدين معلقة صلصة، شوحي شوحي وارجعي لي تاني. شوحنا الصلصه كويس قوي مع البصل والثوم، اضربي الطماطم في الخلاط من غير ولا نقطه ميه. ازاي الكلام ده؟ انزلي الاول بطماطمتين متقطعين صغير، اضربيهم على سرعه هاديه بالراحه لغايه ما يسيلوا معاكي. بعد كده ابتدي زودي الطماطم واحده واحده واحده، يعني انا عملت الاول في الخلاط قاعده سايله بطماطمتين، بعد كده زودي بقيه الطماطم، اضربي هوب الطماطم كلها اتضربت ومن غير ولا نقطه ميه. الطماطم مهمة جدا جدا في التسبيكة، هي دي اللي بتدي الطعم الحلو وبتدي التسكيرة الجميلة. يعني مش عايزين ابدا حد يعمل التسبيكة من الالف للياء بالصلصة، ممنوع تماما. احنا بناخد معلقة او معلقتين صلصة عشان زي ما قلتلك اللون الحلو وكمان القوام المتماسك الجميل. ما عنديش كده مية خالص في التسبيكة، وطي النار وسيبيها تغلي على نار هادية، واوعي تنسي نص معلقة سكر عشان تمنع الحموضة وتديكي طعم حلو وريحة تلم الجيران عليكي. ما بنحطش ملح ولا فلفل اسود ولا بهارات غير لما تاخد غلوتين بس. الملح في الاول هيخليها تبقى صايصه وتجيب ميه. طيب والملح بعد كده؟ الملح بعد كده بيخليها تتماسك اكتر بعد ما تغلي غلوتين. بكده عملنا تسبيكه، عرفنا ازاي ما تبقاش صايصه مننا، عرفنا ازاي بعد ما نغرفها ما تبكش ميتها، لان اصلا احنا ما حطيناش فيها ميه، وفي نفس الوقت لونها حلو جدا، قوامها متماسك. والف هنا وشفا على قلوبكم، وسلام عليكم.